خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا. خلال الثلاث ايام اللي فاتوا الحقيقه كنت دايما زي ما قلت لكم كده بقعد اشوف الدنيا بيتكلموا في ايه، الناس بتتكلم في ايه فيما يخص طبعا النادي الاهلي. قضيه مهمه جدا جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، ايه رايكم في التحكيم الاجنبي؟ هل النادي الاهلي لما بيلعب او بيلعب ضد اي فريق وفي حكم اجنبي بيخسر؟ والله قعدت اضحك، قعدت اضحك بس ما بعملش حاجه تانية غير ان انا اضحك. ليه؟ لان انا جبت الارقام وكمان في ملك وكتاب جابوا الارقام. لكن الحقيقه قعدت اضحك لانه الناس يا عيني بتحاول تعمل اي حاجه، وزي ما اخر التقرير ده قال يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح. لكن مهم جدا تعرفوا ان او الناس تعرف ان النادي الاهلي دائما ما بيبحث عن العداله. عن العداله، يعني ايه العداله؟ اولا النادي الاهلي من اكبر الانديه المسانده للتحكيم في مصر، معروف من اكبر الانديه التي تساند الحكام المصريين. ولكن حتى لو تعرض للظلم بالمناسبه، يعني حتى في بعض المباريات وكتير، مش بعض، كتير من المباريات بيتعرض للظلم، ولكن بنقول خلاص ما فيش مشكله. لكن النادي الاهلي هو اكبر المساندين للتحكيم المصري. هل اللي حضراتكم شفتوه النهارده وفي المباراه السابقه ومن قبلهم بكاري جسامه ومن قبلهم كذا وكذا وكذا وكذا، هل ده يؤكد او يقول لحضراتكم ان التحكيم المصري تحكيم او الحكام المصريين هم حكام جيدين؟ لكن في النهايه كل نادي من وجهة نظره ومن حقه، على فكرة طالما اتحاد كرة القدم فاتح هذه الحقوق ان انت تستقدم طاقم تحكيم اجنبي، خلاص استقدم طاقم تحكيم اجنبي، ولكن طاقم تحكيم اجنبي يستفيد منه الحكام المصريين، مش طاقم تحكيم اجنبي الناس تطلع تقول اللي بوظ الماتش هو حكم. مثلا في مباراة اليوم، مش هتكلم عن مباراة الاهلي، هتكلم عن مباراة النهاردة. مباراة النهاردة انا سامع كل الناس بتتكلم ان الحكم هو اللي بوظ الماتش النهاردة، وان لعيبه الزمالك والبيراميدز ما كانوش راضيين عن الحكم بعد المباراه. طيب يا تجيبوا حكام نقدر نستفيد منهم كتحكيم مصري، او يا خلينا خلي الحكام المصريين هم اللي يشتغلوا ونوفر الدولارات اللي احنا عمالين ندفعها دي. طبعا انا بتكلم عن النادي الاهلي، من حق كل نادي ان هو يجيب اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، ده مش قصتي، لكن انا بتكلم على اتحاد كره القدم. طالما حضرتك فاتح المجال ان انت ان اي نادي يريد ان يستقدم حكام اجانب يدفع الفلوس ويستقدم حكام اجانب، يبقى من فضل حضرتك للكابتن عصام عبد الفتاح او اللي بيختار يختار طاقم تحكيم اجنبي من الطراز الاول مش من الطراز الرابع. وبعدين ترجع للاكذوبه بقى، خدعوك فقالوا زي ما انا بقول في الاول، خدعوك فقالوا النادي الاهلي بيكسب او ما بيكسبش، انا اسف، مع التحكيم الاجنبي. وانا على تويتر كده فلقيت القبطان نبيل الحلفاوي، الممثل الكبير طبعا والنجم الكبير نبيل الحلفاوي، كتب على او عبر صفحته الشخصيه ردا على سؤال احد متابعيه عن فوز النادي الاهلي بسبب الحكام، قال ايه؟ قال ان دي الاكذوبه التي اطلقوها وصدقوها، اطلقوها وصدقوها. الحقيقه ان معظم مباريات النادي الاهلي والزمالك في السنوات الماضيه وخاصه الحاسمه في البطولات كان يستدعى لها حكام اجانب والنتائج كانت معروفه، وكذلك بطولات افريقيا كانت طبعا بحكام اجانب لان الحكم الافريقي بيعتبر حكم اجنبي. فرد في منتهى البساطه، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له، النادي الاهلي يا جماعه البطولات اللي خدها 8 بطولات افريقيه و40 بطوله دوري وكذا وكذا وكذا، كان فيهم حكام اجانب كتير جدا جدا خلال هذه الفتره. بالمناسبه كمان مركز ثالث في كاس العالم للانديه، هو مش كانوا حكام اجانب؟ انا عارف ان انتم ما حدش وصل للموضوع ده، وكاس العالم صعب ان انت توصل كاس العالم، ولو وصلت صعب ان انت تاخد ثالث العالم، لكن هو ده اللي احنا بنقوله لحضراتكم، هو ده اللي انا او هي دي الحقيقه الملموسه. أنا بجيب لكم أرقام وشواهد، مش بنقول أي كلام، أي كلام وخلاص بيتقال. فخدعوك فقالوا، حلوة خدعوك فقالوا دي، ده احنا نمشيها خلال الفترة اللي جاية لأنها في إطار حملة التشويه المدبرة والممنهجة الحقيقة ضد النادي الأهلي. ما تفهمش ليه فجأة كده تلاقي إيه 70 80 بوست
مكتوبين على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، اصل النادي الاهلي فريق مش عارف ايه، اصل ايه، في اطار ان انتوا عايزين يخلوا لعيبه النادي الاهلي يرموا الفوطه، عايزين يخلوا الجمهور ما يساندش لعيبته، ما يعرفوش ان النادي الاهلي ده كبير، جمهور النادي الاهلي ده بيفضل ورا لعيبته لغايه لما حتى لو ايه اللي حصل، حتى لو ايه اللي حصل بيفضل ورا لعيبته. فحملات ممنهجه خلال الثلاث اربع، انا استغربت جدا فجاه كده تلاقي ايه الفيسبوك كله اتملى، تويتر كله اتملى، انستجرام كله اتملى، تعرف على طول ان مصدر هو اللي قايل الكلام ده. فخدوا بالكم من هذه الحملات، خدوا بالكم من هذه الحملات.